حكايه اللي بيطلع لكم. اه يعني الاول نبتدي بالبيت اللي هو طلع بقى العماره دي في الفيلا. الفيلا اللي هو الفيلا دي. الفيلا دي ايه حكايتها؟ 10 شارع يحيى باشا ابراهيم في الزمالك. ايوه سريلانكا حاليا. سريلانكا حاليا بجانب دي الفيلا بتاعت مش دي اصلا في كورال اللي هو اللي احنا ساكنين فيها من سنه 57. ايوه نعم 56 لا ايه 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 67 ايام ما اتولدتي سنه 67 ايوه كده خمس سنين خلاص يا دكتور خلاص يا دكتور ايه صلي على النبي خلاص مش عايزين تفاصيل حلوه قوي في الفيلا من خمس سنين لازم نقول كام صلاه وبعدين ف لا كملي انت بقى لا 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 بس من غير سنين عشان عشان ما يحصلش سهو او خطا خليها هي اللي تكمل لو النبي انت حكي احكي على ايه احكي على ما سلفاتور ازاي كان البيت كان ما بتشمع بالشمع الاحمر ليه علشان كان سلفاتور شيكورال كان هو صاحب محل شيكورال كان يهودي وكان رئيس الرابطه اليهوديه يعني فكان البيت مشمعينه وبعدين ابويا بما انه كان عايز باستمرار ظابط كان جنب مجلس الفنون كان وقتها هو وامي شبطت في الفيلا فجاب الفيلا وسكننا فيها وكانت الفيلا ايجارها 6 جنيه ونص فاهم ازاي؟ ولما تعرضت للبيع تعرضت ب 20 ألف جنيه فيلا دورين مساحه 200 متر في الزمالك فيعني بس 20000 جنيه بقى ما سنه 90 برضه كتير بس ما حدش كان يعرف انها مسكونه الحمد لله كان ما كانش حد بيقول انها مسكونه مسكونه ايه؟ هو سلفاتور ما هو سلفاتور اتقتل بحسب ما تقوليش لا ما هو سلفاتور اتقتل مسكونه فيها ومراته ماتت بعديها ب 40 يوم وابنه هو بيجيب مانجا من الشجره وقع بيه سور السطوح يا ساتر بسم الله ما شاء الله يعني كانت يعني مسكونه رسمي لا بس احنا كان بيطلع لنا سلفادور يعني انا ما شفتش لا ما فيش لا الام ولا الابن ولا الام ولا الابن يعني هو سلفادور اللي هو صاحب اللي هو انا مره سمعت الدكتور عزت بيقول ان هو كان بيكمل النوته بتاعت بابا ابويا صحيح ابويا اصلا ما كانش بيصدق في الحاجه دي ابويا قلبه جامد جدا وظابط وحضر حروب كتير قوي وفي ناس كتير قوي من اصحابه اتقتلوا جنبه يعني هو قاعد كنت عارفه جيش يعني في خندق رصاصه تيجي في اللي جنبه يجي ساكت شايله ومركبينه القطر وراح شاف ايه بقى؟ فما كانش بيصدق فضل يقول لنا انتوا بتتكلموا طب خليه يطلع لي وانا مش عارف اعمل فيه ايه ومش عارف ايه اعمل فيه ايه فمره كنت بقى ماني اول واحد لا ابويا ازاي طلع لابويا طلع لابويا ازاي بقى انه كنا في الاخر خالص خلاص يا ماها قلنا كنا كلنا في اسكندريه وهو كان قاعد لوحده وكان قاعد يلحن هو كان ملحن واحنا كلنا مش موجودين بقى فهو قاعد فقعد كان زمان بقى الطريقه القديمه ان تجيب الريكوردر وهو كان بيعزف على العود وبيلحن الاغنيه ويسجلها ويعيدها تاني المهم نسي يفتح الريكوردر لعب الاغنيه وبعدين بس على الريكوردر لقى واقف قال له انا نسيت ونسيت اللحن اخش اجيب كوبايه ميه وهرجع تاني خرج ورجع وقعد وهو رجع الاوضه سمع اللحن بيتصفر في ودنه بيبترد كده ف طبعا حاجه غريبه لكن قال ايه طيب يمكن يعني عله وعسل ان الحكايه الحكايه تبقى عادي بيتهيألي يعني قعد لحنها ومش عارف ايه وبتاع وسجلها وقفل وقال انا هريح شويه عشان انا تعبان ده حكايته هو ونام كويس احنا كنا كلنا في اسكندريه طبعا كان ده كان في اغسطس فكان هو بالاندرويرز ونام فبيقول هو نايم بص لقى خيط طالع من خرم الباب والخيط ده ابتدى يكبر ومع انه بيطلع لنا كان عادي الراجل عمره ما خوفنا يعني وكبر كبر كبر لغايه ما خد وش الجتاع ده الجدع ده فضل يقرب يقرب منه يقرب منه لغايه ما بقى فيس تو فيس يعني وشه في وشه وراح هزز له دماغه يعني انا هنا انا اهو انا هنا هنا يا ابن الحلال وبعدين ابويا بقى بص الشجاعه والاقدام والقلب الميت والكلام ده كله جري زي ما هو كده في الشارع بره والله والله وصدق
يعني قال لنا انتوا عندكم شافوا شافوا قدامه وحط له فرشه التواليت في ظهره وقعد بقى يلعب معاهم احكي انا حكيت فرشه التواليت في ظهري ومره بيحط الكبريت عايز يولع البوتاجاز يجي ما يلاقيش الكبريت ما يروح ما يلاقيش الكنكه بتاعت القهوه فقال له انت بتلعبني بقى مش عارفه هقدر اكمل